علاش على خاطر سي عبد العزيز بالفعل شيء مفاجئ. انا واحد من الناس فاجئني نهار تبعك اللي جينا نصوره في الحلقه نتاع الكوالس، شفت عنده لعب والله رجعتني نزعتني من هالزمان هذا ورجعتني في زمان اخر من جد. لعب جمعت بين البساطه والذكاء وكل شيء، الاستنباط والاستنباط، خاطر هذوما لعب عملناهم بيدينا ما شريناهمش. صحيح، لعب هذوما حبذا لو نعودوا يصنعهم الصغير يتعلم على المهاره اليدويه. وتو تشوف عن سي عبد العزيز كما قلت لكم جمعوا بين البساطه وبين الافاده. الافاده وفي الحقيقه احنا كي جيناك وحكينا على الليكاليس استرعى انتباهنا لمجموعه الالعاب هذيا وبالاماره قعدت نزيت بها صحيح الكروسه لا ما طحتش لا نعرف نصور ما استعملناها غاديك في المدرسه استعملناها في المدرسه صحيح. بقينا سي عبد العزيز قال فما قال كلمه وقال جمله وقتها حلوه برشا نحبك تقولها تو. انت قلت نحب نوري لحفادي، تكملها الجمله هذه. نحب نوري لحفادي الا مدة 40 و 50 سنه لا عندنا لا بلاستيك ولا عندنا لا حديد، نستمتوا اللعبه بصفه سهله طبيعيه موضوعيه طبيعيه ومن محيط من المحيط نتاعنا ما نمشوش بعيد. نبداو مثلا بالنواشه. النواشه شنو هي؟ وشنو راس مالها؟ فيها فرش. اي هي هذه باش تورينا المير، باش تورينا الحاجه اللي نحبوا نضربوها. وفيها الاستيك وفيها المطرح اللي مش يحمي الحجره ولا الكعبه العظم باش ما تطيحش هكذا تستعمل. نحطوا هنا الحجره ولا كعبه التفاح ولا الهوه ولا العجمه اي حاجه ونوشوا هكا باش نطيحوا بها العصفور ولا اللي تصطاد العصافر هذه تصطاد العصافر تصطاد اذا كان ماهر واذا كان تعرف توش مليح. اي تو عم يوسف تو هذه الإمام هذه كانت تستعمل نتصورها أنا في القديم في الزمان كانت تستعمل ربما حتى في الحروب في الحروب قبل الحروب ما نستبعدش هذه هذه فما المقلاع المقلاع حاجة أخرى المقلاع حاجة أخرى المقلاع اللي تحدثنا عليه اللي يقول له نكعب ولا نوزع نكعب ولا نوزع وقت اللي مشاو جابوا اللباب يا سلام ما هوش بعيد على هذه سلموها الفرش ماهيش موجودة معناتها فيه هذه هذو مليبر يتشدوا هكا ايوه هكا يا سمحتي هكا ويحطوا الحجرة أطول من هذايا هكا ويدور الدور ويدور هكا حتى يدور هكا يسيب واحدة منهم ويشد الأخرى والحجرة تيش والحجرة تخرج سيبون اون تونجونت خاطر هذا ما هو احنا نعملوا ان سيركل كيف تخرج الحجرة تخرج طول سيبون لا تونجونت نتاع السيركل اللي ندوروا فيه وهذيك تمشي قوية ياسر ياسر لا وهذيك أداة حربية أداة حربية هذيك أداة حربية هذه تو احنا صغار نتذكر يا عم يوسف الوالد مثلا معناتها ما كانش يخلينا نلعبوا بالالعاب هذه علاش خاطر يقول لك العاب مخطره فيها شويه خطوره واياتهم قبل صغار في بعضهم اللي ضرب عين خوه واللي هكا ولا كان خاطر الالعاب مخطره هذه اللعبه الاولى اللعبه الثانيه اي سيدي هذه لعبه هذه توا اذا تبتوا فيها منيح هذه التنس نتاع قبل نتاع 70 80 90 سنه التالي نتاع المجتمع التقليدي هكا ولا أيوة. باهي فسر لنا هذه هذه طلاقه 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 فيها حاجتين الحاجه هذه ال هذا يطري فلوح اي مبري ينجروه من جهتين وهذه كيف الركات كيف التنس اي اي نلعبوا بها في الجنه والجنه كانوا كبار 20 مرجع 30 مرجع نلعبوا تلقانا زوج من الناس نحطوا الطلاقه هكايا نرموها ايه نجيو نضربوا على جنب تطوى اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 هذه جدهم هاي 11 خطوة أنا عملت ضربة جيت 11 خطوة تو نعطيوه مثلا لعم عم يوسف نراه قداش يجي يجيش ايش عم يوسف ايش وتعرف الخطوة قداش يا سيدي العزيز مترو كانوا يقيلوا كذلك اي بالمترو المترو الخطوه متر اي ترى ورينا انت قداش ترى بسم الله ترى ورينا عم اي سيدي هذه الطلاقه هذه الطلاقه طلاقه طلاقه اي مش طلاقه تنسى اللي حدثنا عليها لا هي رجال طلاقه رجال اي ما بعد الغد يا اخي بسم الله بسم الله يا بابا بابا احنا كيس هيا هيا برا كيل وي اي برا كيل من هون هو اذا كان بخطوتي تو يطلعوا 20 اي برا ما يسالش بركة الله اثنين ثلاثة
أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 فقصت الدجاجة دوبل يا والله حبيبي هلا طليقة ولا طليقة طليقة هكا على خاطر انا كيف لعبت قلت بسم الله ومن بعد قلت برك طلة برك طلة نزلت البركة جا 21 خطوة 21 خطوة اي هاي به اسيدي انا ما نوغرش عليك تعرف نوغر عليك ابوي نوغر معناتها بروتيسي بروتيسي نوغر كيما كل واحد ما يقبلش الخساره اي اي ما عندوش روح رياضيه اي روح رياضيه موطننا والناغوري يدقوا سيدي علي النوري به بخلفته ولا الالعاب نبقاو في الالعاب اللي باللوحه باهي هذيك انا في الالعاب هذه شنو هذه مثلا شنو هذه مثلا هذه سهل ياسر هذه مقرون من صنع محلي هذه مقرون هذه مقرون نعملوا بها لعبه اسمها سراق بوليسيه سراق بوليسيه سراق بوليسيه نخرجوا ورا الدار ونتخباو واللي نشوفوه ورا السياس ولا ورا الشباك ولا حاجه نضربوا بها نشوفوا نشبر المكحل عليه شبر شبر سراق 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 او 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 هاي هلو هدية تعلم تعلم الشجاعة تعلم التركيز تعلم الدفاع على حرمة المنزل فيها وراها العديد من الأبعاد والعديد من الأهداف وزين هي بكل بساطة هي شنو هي قصبة هي قصبة قصبة وخيط رأس مالها قصبة وخيط هكا قصبة وخيط معناها وتبدأ لا وتعمل تعمل حصة والحصة اللي فيها باهي بعد الالعاب هذوما فما نبقاو ديما في الالعاب نتاع اللوح اي اي سيدي هذه بالطبيعه الكروسه كروسه اي الكروسه هذه صنعتها انت سعد عزيز صنعتها انا لكن ما هيش زرنيه اي اما هي نفسها أما هي نفسها بالضبط وكنا نصنعوها وحدنا زاد كذلك بالضبط معقول معناتها ما فيها حتى شيء صعيب ما فيها حتى شيء لوحه ومتالي زوز عجل رولمان جيدين صغار أي؟ ومن قدام رولمان أكبر شوية وشدد في جيدان ولا في فولان كيف البسكلة ويدور البيفوت وتور دو ناكس ها هو الأكس كنا ندوز بها كل واحد ندزوه شوية أي المرة اللي فاتت أي إن شاء الله شو مشينا نركب المرة اللي فاتت يا عم يوسف يا شافي أي نعم أنت دزيت بيا أي وانا مشيت حتى الغادي اي وما طحتش ما طحتش ما شاء الله عليك طبعا يوسف انت مش تركب لا ما نجمش لا من جد لا من جد ما نجمش لا تنجم اي يا يوسف اي بابا اركب والله يا سي عبد العزيز والله ما نتصورش روحي ماشي نقدها لا لا ما اسمع تقعد القاعده اللي تريحك اي مربع اي قاعد القاعده التربيعه نتاعك انت على ركيب كيف تحب اقعد انت مرس نفكر بقانون اللعبه الناغوري يدقوا سيدة علي النوري أنا ما دزيتش بيك بالقوة لا ما دزيتش شوية ما جبتني الغد لا أبدا يستحيل لو السادة المشاهدين لو بلا ما يطيحنيش باهي لا وكليت عاد منك لا والله ما نجم لا والله بصح والله ما غير ما خدت خاطر بيك أنت وبرا باش نوري باش بسم الله بالله بسم الله والله بشوية بسم الله هيا برا امشي هيا ركب على كروسة برا امشي في حلقة الألعاب الشعبية بسم الله يا رب هيا لا لا والله حتى تبجع والله تبجع بسم الله ما تمش فران هي الانكونفينيون اللي فيها ما فيش فران لا كاو نجمو نقولوا هذه بس الله يسامحها بالله شنو احساسك وانت انت بالله يضحك الواحد ولا يضحك برا اما لو سيل انكونفينيون هي اني ما فيهاش كي تحب توقفها ما تجيش توقفها ما تحكمش اذا بعد زيد ما تركبش ولا شيء ولا تركب نجم نركب نركب نعمل بيك دز انا صرف اركب اركب زعما بالله بالسياسه سبورتيف سعد عزيز لا لا يا ودي بالسياسه يهديك اي بالسياسه ليش احنا ضفين في الاخر منكم برا برا توا شوت برافو صح برافو يا سي عبد العزيز برافو 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 تعرف مسؤوليه ولا ندز بيك ما مش سهل والله مسؤوليه شنو لا بالحق برافو جاي اعمل اسيرونس هاي اسمها الاسيرونس هذه باهي نكملوا مجموعه الالعاب اللوح نكملوا على اللوح لا انا قبل اللوح باهي تمشوا لهذوما ايوه باهي هذوما هذه زادها اي سيدي ايش قلنا احنا قلنا كل حاجه اي كل حاجه نصنعوها بالنسبه للعب
معناتها حاجة سهلة بسيطة. هذه أشياء في الواقع هو وقع الاستغناء عليها غالبا، لمي ما طيشتها من ادوات اللي وقع الاستغناء عليها. وهونية الافوا يعلموه الصغير كيفاش الرسكله، نعاودوا الرسكلو احنا كيف نراو تو هكا المصانع الكبيره وترسكل في الاشياء هذيك، ما هي ثقافه. واحنا ثقافتنا كانت ترسكل، ما ثماش حاجه تلوى، كل شيء ترسكل. وهذيك هي كيما قلت لك ثقافه تنمو مع البشر. عيار بين قوسين ما كناش نخرجوا فاضل الزبله لبرا، كلها تجي في الجنان تتسكل همتة. اي نعم. وتعطي غبار قوي برشا. اخر حاجه هيك الغبار، اما عندنا على الاول يتعدى على الدجاج ويتعدى على كذا وانواع الحيوانات. ورماد. الرماد يعملوها يا سيدي، الرماد هونغري يعملوها للكرم مثلا. ما زميش حاجه كيما قلت لك ثقافه الرسكله على قبل ما نرجع للالعاب الشعبيه. اهميه الرسكله كله منين جاي للالعاب هذوما؟ هذه طرف حديد، هذا طرف حديد وفيه البكره شيركو، احنا نقولوا شيركو، طرف شيركو طرف شيركو. نعم. وهذه بكره كانت مستعمله لمحل الخياطه تستعملها للفتله، وما ياش حاجه بسهل باش لقيت البكره هذه. وهذه ليش خاطر تو يعملوا هكا التيبينو ويعملوا هكا الوحده مجد ويعملوا بها حتى سباقات. اي حاولوا نعملوا سباقات. اي ماشي. سي عبد العزيز وعم يوسف عملنا السباق نشد المحكم بالطبيعه، وعندنا جائزه كبيره حكم دولي قدمة بالبرنامج. عم يوسف اي هاي سيدي نديروا اهو خط، ندعم لكم خط نرجعكم للصفر كمان، نرجعكم مهمتي في الحلقه هذه نرجع للساده المشاهدين ونرجعكم انتم بالذات 50 سنه التاليه. والله نحييك. مش نعملوا خط سباق تو؟ هاي سي عبد العزيز تفضل. ايه بارك الله فيك. هاي عم يوسف حضر روح حضري سنة دقيقة. هاي نعطيكم التوب وانتم خذوا ربي. باه تبعدوا شوي هكا نجي تو نجي وراكم بالطبيعة هكا. ما تنغروش. لا 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 حاضر معهم. حاضر شوية تسخينات. ارخف روحك من جد خاطر مش سهلة. راهي مسؤول. لا ما شاء الله عليك. هاي سيدي. هاي نعم حتى ثلاثة. باه واحد اثنين ثلاثة اوب اجري يا عم يوسف. عملوا نتور عملوا نتور حتى تعطينا الإشارة. واحد اثنين ثلاثة. أي مرة والله غنم علي يا سعد. دارت دارت بيا هي. لا اسمع الجو هذا في تلقاوه. لا استحيل. وهي شنو يلزمك البرانسيب اني ما تتعلقش بيك. اي ما تتعلقش بيك. تعلق ثاني بالضحك. تعلق ثاني بالضحك. لا بس من بعدك لازم صابر وسلي بنلعبوا فيه. تو مش نلعبوا الدوره. الدورة سعد العزيز. ايوه اذا الدورة لحقت عليها انا. اي لا لا ما يتسمى اللعبة نتاع النسات لي فورتوني اللي لبس عليهم والبكرة اللي شفناها هيك نسات ضعفاء الحال، اما اللي عنده دور كيف يتعدى بالدور في الزنقة فلانة عنده دور حاجة كبيرة. نرجع لك نفس الكلمة الرسكلة. أيه. البسكلة ما يطيش منها حتى. لا لا ما يطيش شيء. ماشي حاجة كبيرة. عادي نتاع البسكلة نلعبوا بها نعملوا بها دور. والرايون نتاع البسكلة. أي. نعملوا بها حتى القفص نتاع العصفور. القفص نتاع العصفور. ماشية ما ثماش حاجة تطيش. أسي هذا ثانية هي اللي ماشي تحت. مش الديريكسيون. نتاع ال نتاع ال نتاع الدور. نتاع الدور. أي نعم. أي برا ورينا تو عبد العزيز بعد كذا نلعب. يعطيك الصحة يا سي عبد العزيز. اي ارجع اي ارجع يا سي عبد العزيز. برافو 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 مؤهلات خارقة للعادة. شايفين ها؟ مؤهلات خارقة للعادة. اي مرة دورك عندي انا زادة لحد انا صنيع غيراني. مش هيك الصباط وبرا. يصير شنو؟ نمشي نبدا من غادي. هوني وارجع من هنا لغادي. قالوا جداك واش جابك؟ قالوا رخص الكراء. والله هذا هو رخص الكراء. بسم الله. كل حاجة يعملها عم يوسف مثل. اي هو تسبقوا شوية هكا بسم الله. اي اي هكا. اي يا عم شوف الصنعة شوف الصنعة.